النشرة المحلية، أهلا بكم. بداية، أشرف والي ولاية سيدي بالعباس السيد ليماني مصطفى بمستثمرة زبلاح أحمد ببلدية تلمون دائرة مصطفى بن إبراهيم على إعطاء إشارة انطلاق لحملة الحصاد والدرس لسنة 2020-2021. المتابعة لصبر حبيب. منديرها مساحة حولت إلى كونفيرتي أون فواج، مساحة حولت إلى أورينتي أون باكاج، قدرت ب 62,127. إذا المساحة المتضررة قدرت ب 44%. لي بريفيزيون دو كولكت المتضررة هو في مختلف الأصناف قدرت ب 581. اليوم شرفنا على انطلاق موسم الحرث. الانتاج اللي كنا نتوقعوه احنا كان احسن من واش كاين، كنا نتوقعوه بين 800 و 900 ألف قنطار، ولكن نظرا لظروف المناخيه تاع هذا العام، يعني سخانه كبيره، سيدي بالعباس عرفت سخانه كبيره وعرفت ثاني جفاف كبير، الشتاء ناقصه بزاف. على الاساس قلنا الانتاج ماهوش راح يكون كما تمنينا حنايا، يكون بالك بين 300 وحتى 400,000 قنطار. هذه من جهه، ومن جهه اخرى ثاني كل الظروف يعني لنجاح الحمله هذه متوفره. نعم، كنتوا قلتوا لجنه التنصيب تاع عندنا لجنه التنصيب، وجدنا كل الامور، من امكانيات ميكانيكيه، من امكانيات التخزين، من مصيره ما كيها 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 بارتيسيبي كيها جوي الجو ثاني، يعني كل الظروف كانت مهيئه باش ان شاء الله تنجح. ودوك الغلب هذه جات يعني خارجه عن نطاقنا، هذه قدره من عند ربي. الشتاء ما كاش ان شاء الله، من دوك يعني ابارتيغ دو جوردي نبداو نحضروا الموسم الجاي ان شاء الله. بارك الله.